khairi al-mubarak. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alahu mashru'an mubarakan wa nafi'an di ma'had di Ponorogo wa kadhalika al-masajid wal marakaz al-islamiyah fi mantaqat Gombo Jawa al-Wusta Indonesia. Alhamdulillah hunak ba'd an-niqat yasurni an uwaddiha lakum. Awalan yajib alaina jami'an wa bidzat talabat hadha al-ma'had al-maymun wal mubarak أولا أن يشكر الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى وعد الذين يشكرونه بأن يزيده من فضله فقال سبحانه وتعالى وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم لذلك علينا أن نشكر هذه النعمة لأنها هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى تتبرع بها إخوانكم في المملكة العربية السعودية لا تعرفونهم ولا يعرفونكم ولكن لأنهم مهتمون بشؤون المسلمين والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة لذلك فهم عملوا هذا المشروع أقاموا هذا المشروع في سبيل الأمة. الشيء الثاني بعد الشكر عليكم أن لا تبذروا عند استخدام هذه المياه. اشربوا من هذه المياه شربة هنيئة إن شاء الله ولا تبذروا لأن الله سبحانه وتعالى وصف المبذرين بأنهم إخوان الشياطين. قال عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لذلك علينا أن لا نبذر في هذه المياه وإنما نستخدمها حسب الحاجة. الشيء الثالث عليكم وصيكم بأن تدعو الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المتبرعين الذين تبرعوا بأموالهم من أجلكم ومن أجل المساجد والمراكز الإسلامية. وإن كنتم لا تعرفونهم ربما أنا لا أعرف من هم ربما أعرف شخص واحد ولكن الدعاء يصل إلى السماوات السبع لذلك علينا أن ندعو لهم بالخير والبركة لأنهم وضعوا أموالهم في سبيل مصلحة الأمة. وأنا بهذه المناسبة أسلم هذه الأمانة هذا المشروع الخيري أسلمه أمانة لإدارة معهد ديبونوغورو المقر وهذه الأمانة هي عبارة عن صدقة جارية إلى يوم الدين لذلك أرجو المحافظة على هذا المشروع الخيري لأنه ربما لا نجد هذا المشروع في أماكن أخرى في هذه المنطقة أو هذه الولاية. هذا هو المشروع الأول. إذا أنتم يعني هذا من الله سبحانه وتعالى لكم شكروه استخدموا حسب الحاجة وهذا ملك الجميع ملكنا جميعا. فهذا مني وربنا سبحانه وتعالى يحفظكم إن شاء الله ويبارك فيكم ومن بحياة حاضرين نحمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله ولا زالت بنديرة بأدى في تنبط يمون يعني الأخ الكريم سيوضح لنا طريقة تعبئة هذه القوارير أو الجالونات. يقول بأنه هذا المكان لتنظيف الجوالين من الخارج ومن الأسفل. نستخدم
الجزء الداخلي من الجالون. تأخذوا مرحلة ثانية، مرحلة تعبئة الجالونات بعد تنظيفها جيدا لمرحلتين من الداخل ومن الخارج والداخل. الآن مرحلة التعبئة. نعبي الجالون إلى أن يمتلئ، ولكننا سنكتفي بهذا كمثال فقط. أما هذا الجزء فبإمكاننا أن نشرب مباشرة من الحنفية. شاهدوا الحنفية، هذا طبعا نشرب ونحن جالسين باتباع السنة. شاهدوا هذه اللوحة، هذه اللوحة هنا سقيا الفرات، سقيا الفرات لأصالح الشرب، صدقة جارية على نفقة فاعلي الخير من المملكة العربية السعودية، مجانا للمساجد والمراكز الإسلامية. أي أن هذه الجالونات التي تم تعبئتها إن شاء الله ستكون للمعهد، وفي نفس الوقت ستكون للمساجد والمراكز الإسلامية. وهناك الذين يجلبون الجالونات الفارغة يتم منعها في هذا المكان وبالمجان في سبيل الله. هذه الفرشات، الفرشات هذه لتنظيف الجوالين من الداخل. هذه في حالة أن الجالون قديم أو وسخ بإمكانها التنظيف بهذه الفرشة. هذه تدور داخل الجالون، هذا توضيح بإذن الله. إن شاء الله سيتم وضع حاجز في هذا المكان، لا زال يجهزونه في المصنع للأمان بحيث أن يكون بعيد عن متناول الطلبة، لأن هناك شخصين فقط هم المسؤولين، مسؤولين عن، هم المسؤولين عن التعبئة، مسؤولين عن التعبئة، ليس أي شخص يأتي ويعبي الشخص، حفظاً على سلامة الجهاز والمكينة. Foto dulu, Pak.